احنا دريك اليوم عندنا مسابقه ديال الحليب، عندنا حلب حلبتين، نحلبو في الصباح ونحلبو في العشيه، ويتجمعوا هاك الحلبات الثنتين وينعبروا، واللي ربح الله يعاون نعاونو. هذه هي الحقيقه. عندنا اربع شواط، يعني اربع شواط، كل شوط يربحوا منه 10 نياق، 40 ناقه كتربح عندنا. ومشاركه عندنا شي تقريبا نسبه المشاركه عندنا هنا تقريبا 140 ناقه اللي مشاركة الحليب حق. هذه المسابقة عندها شهرة كبيرة في المغرب، وعندها منفعة كبيرة للكسابة، حتى الكسابة تشجعوا وشجعتهم وزعمتهم، والفضل يرجع للإمارات الشقيقة والدولة المغربية، التعهدات اللي بيناتهم والشراكات اللي بيناتهم. قيمة ديال الجوائز الأولى كتكون فيها 10,000 درهم، وتهبط إلى العاشرة عندها 3,000 درهم تقريبا. هذا اللي غادي يشارك، الشر ديالو على أنه كل مالك كيشارك بثمنياد. عندنا أربعة الأشواط، كل شوط عنده الحق يشارك بناكتين، باش يبقى المجال لوحدين أخرين يشاركوا، تشارك الناس كاملة، كل الكسابة تستفاد. شرطنا الوحيد وهو كل شوط أي مالك يشارك فيه بناكتين، يعني إلا عنده النياق ياسرات عنده الحق يشارك بثمن نياق في أربعة الأشواط. والكسبة ديال الإبل حنا كاع ما نحتاجو نقولو لهم شي، هما جايين لروسهم، لأنهم هما هذا الميدان مشجعهم وشايفين منفعتهم فيه وشايفين مصلحتهم فيه، وهما روسهم جايين. حنا نطلبوهم باش يجوا مرحبا بهم يشاركوا، ولكن هما حتى هما راه عايشين الواقع وعارفين اش كاين وراهم جايين ومشاركين. وهذا العام الفايت راه شاركت عندنا 60 كساب، وهذا العام راه شاركت 140، يعني تزادت واحد النسبة أكثر من 50%، تقريبا 60% اللي تزادت. أول أقول لكم كل شيء، نرحبوا بكم إعلاميين اللي تغطوا هذا المهرجان موكار طنطان، نرحبوا بكم في طنطان، جميع الصحافة الوطنية والعالمية نرحبوا بها. احنا اليوم في سباقات الحليب، ويامس كنا مريض سباقات الحليب في فترة موسم أمقار، دعم من دولة الإمارات الشقيقة. لهذا احنا اليوم شارك 138 راس من ناقة الحليب، و 68 تقريبا كساب من جميع الأقاليم. الحليب عرف تطور هاي السنة عن السنة الماضية. البارح الناقة مسجلة 8.820، واليوم مازلتنا احنا في النتائج، مرقنا النتائج العامة مازلنا نعملوا، والاجواء الحمد لله بخير. وهذا العمل هو تشجيع للكساب مع ظروف الجفاف ومثل ظروف كورونا، وهذا كان تشجيع له من اجل يتم حافظ على كسبه وعلى يبلو، ومحافظ على المريض نفس ثقافته بائي وجداده. هذا هو نجعل هذا الدعم كله، ونتمنى التوفيق. راحوا المعروف راه الكلب موالها 36 36 واحد 36 واحد اكبر.